أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا النهاردة أكتر من نموذج من نماذج تحت الأعاقة. تعالوا بينا نتعرف إزاي بقوة إرادتهم وعزمتهم قدروا يتغلبوا على الأعاقة ويواجهوها بكل شجاعة، إزاي بثقتهم بنفسهم قدروا يعيشوا حياتهم ويواجهوا كل صعب ويواجهوا الأعاقة بكل شجاعة. أصدقائنا المصابين بشلل الأطفال في أحد السكان، شلل الأطفال أثر كتير على حياتهم وأثر كتير على خطواتهم، لكنهم بقوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يتغلبوا على الأعاقة ويواجهوها بكل شجاعة.